أكدت اليوم أرملة الشهيد شكري بالعيد والناطقة الرسمية باسم هيئة الدفاع بسمة الخلفاوي أنه دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في قضية شكري بالعيد لنهار 4 جوان 2014 إلى حين استكمال الوثائق المتعلقة بوفاة كمال قذقاذي المتهم الرئيسي في اغتيال الشهيد شكري بالعيد. وصلنا اليوم إلى جلسة دائرة الاتهام، صار نقاش توا مع دائرة الاتهام، تأخرت الجلسة ليوم 4 جوان، باعتبار انه مش بطلب منا، باعتبار انه النيابه العموميه ما قامتش بدورها مره اخرى في ملف شكري بالعيد. النيابه العموميه اللي ما استنفتش في ملف شكري بالعيد، ما قامتش بالاستئناف وما قدمتش طلبات وما لاحظتش اللي الملف عديد فيه عديد الاخلالات، وما طلبتش انه يعاد سماع بعض المتهمين بطريقه جديه ومعمقه. هذا الكل تخاذلت عليه النيابه العموميه. ومن جانبه زياد الاخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قال خلال الوقفه الاحتجاجيه اللي تم تنظيمها أمام المحكمة الابتدائية بتونس أن التلاعب لازال متواصل في قضية الشهيد شكري بالعيد، وندد بعدم التعامل بالجدية اللازمة مع ملف القضية، خاصة في ظل عدم التوصل لأي نتيجة إيجابية. حصيلة التحقيق لليوم هي حصيلة هزيلة، لم نتقدم كثيرا منذ لحظة الاغتيال، ثم إخلالات عديدة يذكرها القانونيين والمحامين في ملف اغتيال الشهيد شكري بالعيد. هذا الكل يلقي بظلاله على سير هذه القضية والهدف النهائي اللي نحبوا نوصلوا له احنا، وهو كشف كل من اتخذ القرار السياسي، كل من دبر وخطط ومول ونفذ هذه العملية. اليوم على سبيل المثال المحامين يذكروا انه كمال القذقاذي المتهم المفترض باغتيال الشهيد شكري بالعيد في ملف القضية ليس هنالك ما يثبت انه كمال القذقاذي قد توفي. هذا وأكد زهير حمدي عن التيار الشعبي أنه الثقة انعدمت في القضاء بعد النتائج السلبية اللي حققها. فقدنا كل الأمل والثقة في هذا القضاء الذي معناها طرح أمامه الملفين معناها منذ سنة ونصف بالنسبة للشهيد شكري بالعيد، وتقريبا حوالي سنة بالنسبة للشهيد محمد إبراهيمي، ولكننا لم نرى سوى المماطلة معناها والتسويف، ولم تكن هناك معناها تعاطي جدي مع الملف، ولم يكن هناك أيضا استجابة لأي طلب من الطلبات التي تقدمنا بها معناها عن طريق المحامين متاعنا. لذلك نحن معناها أصبحنا على يقين أن هناك قرار واضح بأن لا تظهر الحقيقة، بأن لا تكشف معناها الحقيقة كاملة. وطالب المتظاهرين في هالوقفة الاحتجاجية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى كشف كل ملابسات اغتيال الشهيدين بالعيد والبرامي وشهداء الجيش والأمن، وذلك بعيدا عن كل أشكال المماطلة والتسويف على حد تعبيرهم. أن نسكت حين تهدر أزكى دماء تونس.